البدر اليتيم مناجيا جرحه الجسدي. ألا تعلم بأن جروح العاطفية هي مصدر لكل جروح وآلام الجسدي؟ جرح الجسد يمكن تداويها الأيام، لكن جرحي ما يداويه غيرك. أنت سبب جرحي وحزني والآلام، ويبقى مصيري مرتبط في مصيرك. لو صحت من جرحك فلاني بملام، بكرة مع الأيام يصحى ضميرك. وش ينفعك لا رحت في قطعة الخاطر، أنا أسير الهم ماني أسيرك. رحتي مع اوهامك تسوقين الاوهام، لين اختلف عن سير حبي مسيرك. بكره يصحيك الزمن والتندام، لو لوحت كف الرجا راح طيرك. وانا لي الله لو غدا قلبي يقسام، لو كل نسمة شوق جابت عبيرك. مركض ورا المكفيلة والقلب منضام، اضوي رشاد الوك على جانبيرك. بك ما حقق أحلام ليتام، لشح عن بذل المواصيل.